وهنا مسألة فائدة تتعلق بهذه المسألة وهو عدم الانشغال، أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن المرأة إذا طلب العلم في حداثة سنه وأول عمره فإنه يوفق أكثر بكثير ممن طلبه على كبر، وليس طبعا على سبيل الكل وإنما على سبيل الأغلب، لأن المرأة في صغر سنه يكون صافي الذهن وأمامه عمر طويل وقليل المشاغل، قليل المشاغل، قد يكون أكبر أصفى ذهنا لكنه كثير المشاغل، عنده دوام، عنده زوجة، عنده أبناء، عنده وظيفة، عنده وعنده وعنده. أما الصغير فإنه دون ذلك. يقول السيوطي في مقدمة الأشباه والنظائر لما ناظر بعضهم قال وليس، يقصد نفسه، وليس من طلب العلم صغيرا كمن طلبه كبيرا. طبعا ليس كليا، فإن ابن حزم ما طلب العلم إلا على كبر، وأبا بكر القفال ما طلب العلم إلا على كبر بعد 40، فكان تلامذته يسمون بالمراوذة نسبة له، يعني أوجد طريقة عند فقهاء الشافعية من الطرق الكبار، أحد الطريقتين خراسانيون وعراقيون، والخراسانيون منهم المراوذة، فينسبون لأبي بكر القفال مع أنه ما طلب العلم إلا بعد 40 وقد كان قفالا يصنع الأقفال للناس.